السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نعاود لكم الدرس ديال الجيب، لان تمسحوا لي منه بعض اللقطات. فاش حطيت لكم جوج فيديوهات، حطيت ديال الجيب بوحديتو، غادي تلاحظوا حتى بالنسبه للجيب او للتنوره حطيت جوج باش اللي بغات او اللي بغى يعني واحد الحاجه يمشي لها نيشان بلا ما يبقى يشوف الفيديو كامل، على مثلا يشوف فيديو كامل باش يشوف في الجيب. يعني كل حاجه نبقى نحط لكم، الا كان بحال هكذا نحط جيب بوحديتو والكورساج بوحديتو. انا حطيتو وعطاتني بان المساحه عامره، واضطريت اني نقص من الفيديوهات اللي كانوا زعما قدام، ولقيت راسي ان مسحت بزاف اللقطات من هاد سميتو من الجيب، يعني اللي مهمين. معليش دابا غادي نعاودو معكم هنايا. بالنسبه للجيب نعاودو لكم في شي قطعه صغيره. الكم انا نزلت لكم الكم والبواني ديالو. اذا نبداو على بركه الله. الكورساج ديالنا عادي 4 سنتيم ديال الازرار، وكنجي نحسب من هنا ابتداء من هذا الخط، هذا ماشي هذا، نحسب المنتصف ديال الكتيف عندها 12.5 زدت له 1 سنتيم تعطيني 13.5. ميلت الكتيف ب 1.5 نسبة للكبار 2 سنتيم. جيت لهنايا للرقبه كندور السنتيم على العنق يكون لاصق بهذا الشكل. هذا انا المونيكا ما غاديش يدور لي على العنق ديالها، ما غاديش يقد انا عند هذيك البلاصه وين يعني مثلا هذا هو العنق، كندور السنتيم يكون لاصق بهذا الشكل. هذا داكشي اللي لقيناه كنقسموه على 5، خارج اللي خرج لينا كنحطوه. ممكن تزيدوا عليه نصف سنتيم او سنتيم الا بغيتوا، ولكن انا بغيت العنق يجي هالشويه يعني مجموع، زدت له غير نص سنتيم، خرجت لي 5 سنتيم، زدت له نص سنتيم يعني 5.5. هنايا غنزل بنفس القيمه اللي عندي، هنايا هي اللي غنزل بها ونزيدها 1 سنتيم، ونزل يعني ب 5 سنتيم اللي غنزل بها، ما زيدش ديك نص سنتيم، 5 سنتيم ونزيد لها 1 سنتيم هي 6. هي هادي هنا نزلت ب 1.5 بالنسبه للكبار 2 سنتيم، بالنسبه للصغار كاع بزاف يعني في الشهرة انا بعض المرات كنزيدو ننزلو غير ب 1 سنتيم. هنا خرجت بهذا الخط، هذا نيشان اللي عند 4 سنتيم، كملت الخط ديالي حتى لعند 4 سنتيم. هنايا حسبت في التركيز، حسبت هاد القيمه اللي عندي انا في الكتيف حتى لهنا، من هاد النقطه حتى لهنا المنتصف الكتيف زائد 1 سنتيم هو اللي حطيته هنايا، نقسم على 2. نتابعوا معايا لان هاد الدرس هذا مهم، غادي يكون فيه حتى الجيب والقيمه ديالو، يعني الحجم ديال الجيب على حسب كل جميع الاعمار الصغر ولا الكبار حتى طريقته ان شاء الله. اذا كنجي لهاد النصف ديال التركيز اللي قسمت ثاني التركيز هذا بالنسبه لهاد البنيته الصغيره، ندخل بواحد سنتيم، الكبار كندخلوا ب 2 سنتيم، كانت السيده هذا ب 1.5. سبق لي وشرحت لكم هذا الشيء. اذا هنايا الصدر كنحط الربع ديالو سنتيم لاصق، كناخذ العبار سنتيم لاصق ما كيكونش مرخوف. بالنسبه لي جداد ها كيفاش كناخذ السنتيم، هكذا يكون السنتيم لاصق ما كنخليش السنتيم مرخوف. نفس الطريقه في الحزام وفي الهونش، حطيت هنايا الربع 13.5 اللي خرج ليا، زدت ليها واحد جوج سنتيم فقط، ما غاديش نزيد كثر، ما زدتش 3، زدت غير جوج سنتيم على حقاش انا بغيت الموديل يجي هنيشان على القياس ديالها وعندو الازرار، لان فيه الازرار ماشي مشكل ان يجيها مرسوم على الجسم ديالها، يجي لاصق يعني بحال هاد القطعه يجيها هنيشان يعني لاصقه على الجسم ديالها، ما يجيهاش واسع بزاف. زدت غير جوج سنتيم. نفس الطريقه في الحزام عندها 23 سنتيم، غنزيد ليها 1.5 ديال الخياطه، 1.5 لان زدت في الباترون لزت بالطباشير كيكون كتزاد، هي هذه كتزيد 1.5، 23 نزيد ليها 1.5، كمل الخط ديالي عادي، كمل هاد 4 سنتيم عاديه بهذه الطريقه. عندها نفس القيمه اللي في الصدر هي اللي عندها في الحزام، كتعرفوا البنات ولا الوليدات كيكون عندهم ديك الكريشه شويه، تاكد من هنا عندها 15.5
15.5 بديك 2 سنتيم هنايا. هاد القيمه اللي نزلت بها حتى لهنا هي طول من الكتف حتى المكان اللي كنتحزمو فيه، البلاصه اللي كنتحزمو فيها هي اللي حطيت انا من هنا لهنا، وزدت 1.5 باش يجيني الحزام نيشان في بلاصتو. ممكن تزيدو غير 1 سنتيم ديال الخياطه فقط، لكن انا حيت زدتها في الباترون داكشي زدت نص سنتيم، لان ستيلو رقيق ماشي بحال الطباشير، الطباشير كيزيد لنا كثر. صافي دابا غنرسم ديك التقويره، بالنسبه للخلف غنرسمها عاديه، بالنسبه للامام غنجي من هاد النقطه هذه اللي دخلت بها 1.5. ثم تحاولوا تقادوا انا هاد الباترون ما عادش نحتاجو انا ديجا في الصالط اللي عطى الله عطى، غير كنعاود معاكم باش نشرح لكم المكان ديال الجيب، ونشرح لكم كذلك حتى شحال زدت هنايا في الجناب. بغيتو تزيدوا 3 زيدوا 3، انا قلت لكم بغيتها تجي نيشان على القياس ديالها هو هذاك، حيت فيها حيت مفتوحه، لو كانت انها ما مفتوحاش نقدر نزيد 3، مي هادي عندها الازرار هنا في الامام هاد الفستان هذا. دونك شنو اللي ما نسيتش، نتمنى من الله ما نسيت شي حاجه. صافي غادي نجي دابا غتبدا الخدمه، المكان ديال الجيب وكيفاش كنلقاو داك العرض ديالو المناسب لجميع الاعمار. اول حاجه كنبداو بها بعد ما رسمت هاد النقطه هذه اللي دخلت بها عفوا اسمحوا لي على الصوت ضربني شويه البرد، اذا دخلت هنا بواحد سنتيم لان هي صغيره، ممكن المهم شحال ما دخلتو، الكبار قلت لكم 2 سنتيم اللي شويه 1.5، وهكذا. صافي انا غنرسم الخط ديالي يكون نفس القيمه من هاد الخط كنرسم لهنا، نتاكد يكون من هاد النقطه ديال الخط اللي رسمت في الاول، نحط السنتيم ديالي حتى لعند هذا، عندي هنا 8.5 نفس القيمه تكون عندي هنا 8.5. علاش كندير هكذا؟ غير باش يكون عندي الخط يجي مقاد ما يكونش عوج بهذا الشكل هذا. دابا غادي نشوف العرض ديال الجيب اللي غادي ندير، كيبان لكم مزيان؟ صافي اذا غنحسب من هاد الخط هذا حتى لعند هاد النقطه هذه، نقطه التركيز من هنا لهنا، نشوف شحال عندي في النص، دا واحد النقطة هنايا. دابا غادي تعطيني القيمة ديال الجيب، يا إما نحسب هادي أولا هادي، فهما بجوج بيهم، يعني هاد الجهة كتساوي هادي، نحسب من هنا لهاد النقطة، نبداكم النبش تفهموني مزيان، نحسب من هاد الخط هذا لعند هاد البلاصة هادي، هاهي. 6.3، انتم كل واحد ياخذ العبار ديالو، يعني تشدوا الكورساج ديالكم وتعبروا بنفس الطريقه اللي وريتكم دابا، من هذا الخط حتى لهاد النقطه تقسموا على 2، النصف هو اللي كتحسبوا هو اللي كيعطيكم عرض الجيب، وكيبقى اختياري، لكن هذه قاعده الا بغيتوا تطبقوها. اذا عندي 6.5، طوي السنتيم ديالي على 2، شوف شحال عندي هنا، خرجت لي 3.1 هكذا، جينا 3.1 هكذا. عرفنا دابا العرض ديال الجيب، شنو باقي لينا؟ بقى لينا تحديد المكان ديال الجيب. عرض الجيب حنا عرفناه، وكذلك حتى الطول ديالو خصنا نعرفو. غادي نشوف الطول من هاد النقطة هادي حتى لعند خط الصدر، عفوا خط هو هداك خط الصدر نيت، هذا خط التركيز، هذا خط ديال التركيز، هاي النقطة التركيز، وهذا خط الصدر، كنحسب من هنا من هاد الخط لهنا ونشوف شحال عندي في المجموع، ها هو ما كامل 7 ولكن غندير 7 سنتيم هكذا، نكمل الخط نحسب عاود نفس القيمة اللي عندي هنا هي اللي تكون عندي هنايا، 6.3 هي 6.3 كده. دابا حنا خرجنا هادشي، خرجنا الكاش ويخرج لينا كذلك حتى داك المثلث اللي كيكون هنا حتى هذا. اذا عرفنا القيمه ديال الجيب هي هادي، كنجي لهاد المسافه هادي ونقسمها على 2، تحسب ديال الجيب نقسمها على 2 بهذه الطريقه هادي، نوضع واحد العلامه في الوسط، نتمنى يكون واضح لكم.
بالنسبة للكبار كنزيدو 2 سنتيم، لكن هذه بنيته صغيرة غادي ننزل هنا غير بواحد فاصلة خمسة. ويا كانوا يعني الشهور يعني نقولوا 4 شهور 5 شهور 6 شهور ممكن ننزلو غير بواحد سنتيم. بنا ننزل بواحد فاصلة خمسة ونوصل هاد النقطة لعند هاد القنص وهاد النقطة لعند هاد القنص. هاد الشكل هذا باش يعطيني داك القنص اللي كيجي هكذا مثلث. في الاول رسمنا مربع ماشي مربع، يعني هاد القيمه ما كتساويش هذه، كل وحده وسميتو فيها قياس. من بعد دابا يبقى لنا داك الكاش ديال الجيب. كاش انا نوريكم على شوميز ديال بنتي، هذا هو الجيب اللي غنخدم معكم. الكاش هو هذا، الا لاحظتوا هنايا جايه كتبان لكم جايه مع التركيز، ولكن هي راه ماشي مع التركيز. بزاف اللي هذه غلط ويتسحب له جايه نيشا مع التركيز. فما تنساوش ان هذه فيها واحد كيكون عندها الظهر شويه زايد على الامام، الا درنا لها هكذا غتكون العكس، غيجينا الجيب طالع حتى الجهه الفوق. لاحظتوا هذه النقطه؟ اذا هذا الكاش باش نخدموه تبعوا معايا الطريقه. كيفاش كنلقاو القيمه ديال داك الكاش؟ ناخذ هاد المسافه هذه مثلا 7 سنتيم نقسمها على 3، ودين قلنا هاد القيمة هادي مثلا 7 سنتيم قسمها على 3، الثلث هو اللي كيعطيني الكاش هكذا. ما تديوش على 7 اللي درت انا، يعني كل واحد غيكون عنده القياس ديالو، يعني من هاد النقطة لهنا غيكون عندكم القياس ديالكم. طبيعة الحال الجيب راه ما غاديش يلصق هنايا في هاد الخط، انا دابا غير باش نخرجوا العرض والطول ديال الجيب. وكيبقى كذلك يعني فحال اللي شرحت لكم مرة أخرى في واحد الفيديو، ماشي فيديو راه فيديوهات، دائما كنقول لكم يعني الجيب على حسب الموديل، كل جيب عنده طريقته. كاين اللي كنطلعوا هنا ب 2 سنتيم، كاين اللي كيجي من خط الصدر نازل، كل واحد عنده طريقته. دابا انا كنشرح الموديل بالضبط. اذا حسبنا هاد القيمه هذه قسمناها على 3، الثلث هو اللي غناخذو هنا. نفس القيمه اللي عندي هنا هذه تساوي هذه. نرسم واحد الخط ديالي ونقسم هاد المسافة على 2. هاد الجيب هذا نقسم هاد المسافة هادي نقسمها على 2، نضع واحد العلامة بحال اللي درت هنايا. هاد الشي اللي نزلت به هنا ولا يكون عندي هنا نفس القيمة 1.5. هكذا شوفوا نتوما قادوا الرسم هذا، انا لانني ديجا فصلت هذا غير كنشرح لكم عليه. صافي عرفنا دابا القيمه ديال الجيب، غادي نعاود نرسمه هنايا في جهه اخرى، نعاودو نرسمه هنايا انا. داكشي اللي عندنا نعاودو ننقلو هنايا 6.5، حتى هنا تكون عندي 6.5 العرض ديالو، نفس الطول اللي عندي هنايا حتى لهنا هو اللي غنرسم نفس العرض. هذه مقسوم على 2، هاد القيمه هذه نقسمها على 2 هذا الشكل. هذا نزل بواحد فاصله خمسة. هذا الباترون اللي كنرسم دابا نخرج منه الكاش ونخرج منه حتى الجيب، نقسم على 2 هاد الطريقه، ونجي هنا ننزل بواحد فاصله عفوا ثلث، يعني الثلث اللي هنايا هو اللي يكون عندي هنايا ثلث. هادي على 2، واحد فاصله خمسة، غادي نكمل النقطة لعند هاد الخط هنا كذلك. صافي رسمناهم. دابا شنو اللي غادي ندير؟ غادي نجي لهاد الخط هذا ديال الجيب ونطلع ب 2 سنتيم، جوج سنتيم هنا كذلك، جوج سنتيم
هاد 2 سنتيم ديال هاد الكاش، وكذلك حتى ديال الجيب الكاش، لان كنطويو سنتيم هو الاول كنحطو الجيب بهذا الشكل وكنعاودو نقلبو عاد كنخيطوه من هنايا. الجيب كذلك غادي تلاحظوا هنايا ان 2 سنتيم لداخل وخيط. الجوانب كنزيدو 1 سنتيم ديال الخياطه، هنا 1 سنتيم، حتى في القنت هكذا 1 سنتيم، هاد البلاصه 1 سنتيم. اذا زدت 1 سنتيم على الجوانب ديال الجيب كامل هكذا. من بعد كنجي نقطع الجيب، الجيب غنخلي ديك السنتيمات اللي زدت كاملين نقطع على الحد داكشي اللي زدت نيشان، المهم حد الطراساج اللي طاسيت هكذا. نقطع الجيب ديالي عادي، كنفصلو الجيب، ما غادي نضيفو حتى شي حاجه، كنفصلو الجيب كما هو. ما فصلنا دابا هاد الجيب، هو هذا كنجيو لهاد المثلث هذا ونزيدو عليه سنتيم، نحدد بعدا هاد الخط هذا نكملو. نزيد عليه سنتيم ديال الخياطه بهذه الطريقه، هكذا من الجوانب حتى هو 1 سنتيم، 1 سنتيم صافي. كنخرج هنا 1 سنتيم هكذا، من هنا لهنا 1 سنتيم، نجي نقطع من هنا. ها 2 سنتيم هي هادي اللي كنخيطو في الاول ملي كنبغيو نحطو الجيب، كنخيطو هكذا، كنخيطو 1 سنتيم طبيعة الحال، كنخليو سنتيم ما بين هذا وهذا، خيطو 1 سنتيم وكنعاودو نقلبو. فاش كنقلبو كيجينا الجيب هو هذاك القياس، يعني 2 سنتيم هي هاديك، هاد 1 سنتيم كيتطول داخل، هذا كذلك كيتطول داخل، وهاد الجهه كذلك نفس الطريقه، هادي كتطوى هكذا. هذا هو الكاش ديالنا، يعني غطاء الجيب هو هذا. هادو 2 سنتيم كيتخيطوا لداخل، وهنا كذلك هاد السنتيمات راه هما كيتطوى لداخل. دونك الحاجه اللي مهمه خصكم تعرفوها بالنسبه، حددنا هاد الخط هذا، ولكن ما كنحطوش الجيب ف يعني الجيب ملي كنجيو نخيطوه هاد القطعه هادي ما كنحطوهاش هنايا نفسها في بلاصتها، لا كننزلو على هاد خط التركيز، كننزلو عليه 3 سنتيم، نحسب 3 سنتيم. واخا تبان لكم راه بحال اللي نازله، ولكن راه الجيب ملي كتلبس اللبسه راه كيجي بحال اللي بحال هكذا، كيجي بحال اللي طالع. 3 كبار ولا صغار نفس الطريقه، ثلاثة سنتيم، يعني الجيب يجي هذا هنا بهذه الطريقه. نخليو سنتيم بينه وبين، يعني ما بين هذا الخط هذا، بين هذا الكاش هذا يجي هنايا. هذا الكاش هذا كنتكلم على هذا الكاش، ماعرفش مكبر لكم الصوره لا لا. اذا قلنا كننزلو من هذا الخط هذا اللي رسمت في الاول خط تركيز، كننزلو 3 سنتيم حتى هنا، ورسمت خط. هاد الكاش كيجي مني كنتنيو كيخصو يجي هنايا، يجي مع هاد الخط هذا، مع الخط اللي نزلنا عليه 3 سنتيم نيشان، يعني بهذا الشكل هذا، ميجيش فوق منه ولا شي حاجه هكذا. طبيعة الحال مني كنخيطو هذا هو الاول، كنقلبو نخليو سنتيم ما بين هذا وهذا، نجيو نحطو الجيب هاد التحتاني هذا، اش هذا كيغطي هذا. طبيعة الحال هنا تخيط 2 سنتيم، هذا كيغطي هذا. نتمنى اخواتي يكون واضح بالنسبه لفاش غادي تجيو تفصلو، حيت انا ديجا فصلت دابا. فاش غادي تجيو تفصلو كنقطعو الباترون ديالنا،
عفوا هنا كاين واحد البانسة بعدا كنت غادي نساها، سمحوا ليا. من هنا لهنا نقسم على اثنان، ما كنحسبش ديك 4 سنتيم ما محسوباش، من هذا الخط هذا لهنا نقسم على اثنان، وضع علامة في الوسط، نطلع ب 7 سنتيم والكبار 10 سنتيم، الصغار ما بين 6 و 7 على حسب الغمر، 1 سنتيم من هذه الجهة، بانسة فيها 2 سنتيم، واحد جهة هنا واحد، بالنسبة للكبار 3 سنتيم، بهذا الشكل هذا، وهاد جوج سنتيم اللي خديت في الوسط، خصني نعوضها في الجوانب، خرج بإثنان سنتيم هنايا، نلاقيها مع خط الصدر، نكمل الخط ديالي عادي، ونطلع بواحد فاصلة خمسة حتى لإثنان سنتيم هنا في الجوانب، نفس الطريقة حتى للكبار، كيبقى على حسب إلا كانوا صغار بزاف راه ممكن يطلعوا غير بواحد سنتيم. الهدف ديالنا من هادشي كامل غير ما يجيش الجوانب يطيحين، نلاقيها مع المنتصف هكذا، ولا الا كنزرب نجيب هذه لهنا لعند الوسط هنايا، صافي كنقطعوا الباترون في الاول بهذه الطريقه، نحاول نقلب داك الفيديوهات اللي تمسح ليا، غادي نشوف الى لقيت ديال الفصاله بعدا على الاقل، ياريت نلقى حيتاش مسحت بزاف اللقطات. هذا ديال الخلف بغيت نقص، دقت مسحت كلشي، نحيد هاد 2 سنتيم، شفت غادي ندير نحيد 4 سنتيم، تمالي كساكن غلط هاد النار، نقطع في الجهة هكدا، هنا التركيز عادي، نقطع غير ديال الخلف فقط، منقطعش ديال الأمام حتى تفسر الخلف هو اللول، صافي، هنا الخلف هو عندي موجود حتى كنفصلو الخلف، ما كنضيفو عليه حتى شي حاجة، فصلو الخلف ديالكم عادي، هنا هاد 3 سنتيم اللي نزلنا بها ضروري تبدا واحد العلامة هنايا، واحد الكرانة، باش مني تجيو تفصلو. دير واحد النقطه بالطباشير ولا هذا، كذلك في هذه الجهه غتخرجوا بالخط نيشان هكذا، وتوضعوا واحد الكرانه باش ملي تكونوا تفصلوا توضعوا واحد العلامه في الثوب في الدوفات، باش ملي تجيو تحطوا الجيب كيسهل عليكم ان تشدوا غير هذا الباترون هذا، تطويه هكذا في فوق من داك الامام، هاد الدوفات هادو كتطويه يعني بهذا الشكل هذا، يعني جهة التركيز كتكون، أنا وريتكم جهة أخرى، يعني هذا كيجي مع نيشان جهة التركيز، وهذه اللي غتصبطو بها هي هاديك، كطويو كتعوضو واحد العلامة باش كيجيكم الجيب في بلاصتو، يعني هادي كطويو على حسب هاد التلاتة اللي نزلنا بها، نطوي ونحط نيشان مع الجهة التقويرة ديال التركيز، وكترسمو واحد الخط اللي غتلصقو فيه الجيب، الجيب يجي في بلاصتو. يعني في هاد من هاد النقطة هادي من هنا لهنا الوسط ديالو يجي في بلاصتو، ولكن قبل ما تحطو المهم ان شاء الله غادي نحط لكم الطريقة ديال الخياطة الجيب، غير بغيت نحطها لكم فيديو بوحديتها باش هكذا ملي تبغيو الجيب ولا تبغيو شي حاجة كتمشيو لهنيشان، مكتبقاوش تشوفو هاد الأمور كاملة، هنا 4 سنتيم، هنا نبط بواحد سنتيم، هنا هادي هادي، يعني الكورساج كامل، كاين شي وحدة أولا شي واحد كيكون خصو غير الجيب يشوف غير الطريقة ديالو، فبلاش ما يشوف داكشي كامل، هذا لهذا غنحط لكم الجيب يكون بوحديتو وتشوفوا في فيديو بوحديتو ان شاء الله. نتمنى انني ما نكونش نسيت لكم شي حاجه، اذا كنظن راه ما نسيت حتى شي حاجه الحمد لله. هنايا البانسه راني درتها لكم، صافي صافي، قلنا كنفصلوا الخلف هو الاول، ملي كنجيو نفصلوا كنطوي هادي كلها لداخل حتى كنفصلوا الخلف، من بعد نجيو نقطعو هاد الجهة ديال الأمام، تفصلو الخلف وتفصلو الكارنيتور ديال الخلف، سبق لي وريتكم كيفاش كنفصلو التبطين، كناخدو النصف ديال الكتيف من هنايا وكنزلو بواحد القيمة مثلا 8 ولا 9 سنتيم على حسب واش كبار ولا صغار، وكترسمو ديك التقويرة هكذا، كتعطيكم التبطين ديال الخلف، أما الأمام راه فيه
فيه تصب كارنيسور ديالو كاين. صافي هادشي اللي كاين. انا غادي نحاول نشوف فيديوهات اللي باقي لي خصني اليوم ما نعش نبدا نقلب فيهم، لان صعيب صراحه باش دير مونتاج وهذا كيكون شويه صعيب. نتمنى من الله ربي يوفقني، ونتمنى من الله ان نلقى بعد على الاقل شي فيديوهات بعدا تشوفوهم بطريقه الفصاله ولا شي حاجه. اذا اخواتي شكرا لكم بزاف على المتابعه، والسلام عليكم. شرحت لكم بالنسبه للزياده ما غاديش نزيدها، يعني نمشي للحد ديال الباترون. قطع كذلك الكول ديال الخلف، هادشي اللي شاط لي نخرج منه تبطين ديال الخلف. كنجي لهنا الوسط بالنسبه للبانسا، ونفتح في الوسط، في الوسط بالضبط. شفتوا كبر لكم الصوره، كنجي للوسط ديال هاد البانسا ونفتح في الوسط. علاش؟ باش ملي كنجي نخيط كتجيني هكذا سهله احسن، يعني مكنشد واحد سنتيم وكنخرج زيرو، كتعطيني القياس ديال البانسا كيجي مزيان. انا اصلا الزياده ديالها هي كاينه هنايا. شنو اللي باقي لي؟ باقي لي الكارنيتور ديال الخلف او تبطين الخلف. كنجي ناخذ المنتصف ديالو، هاد الطريف هذا ما غاديش نضيعوه بحال اللي قلت لكم هكذا. نستغلوا دوك البقايا، دوك الشيء الصغير ما نضيعوش هكذا بهذا الشكل هذا. مازال غادي نطلع شويه. لا اله الا الله. هنا كنمشي حتى المنتصف ديال الكتف ونتوقف. نجيب هادي مقوصة واحد شوية، هاهو التبطين ديالي ديال الخلف. فصلنا دابا الخلف، ندوزو نفصلو الأمام. وأنا هادي مغديش قدني صراحة، غادي أولا نحاول معاها علاش لا، باش تعطيني جوج ديال القطع بهاد الشكل هذا. ناخد الأمام هو هذا، هاد القطعه هادي تكون فايته هاد القيمه ديال 4 سنتيم مثلا، هادي نديرو فيها 5 سنتيم، يعني تكون كبر منها شويه. تبكي زلق وانا ما تثبتوش بالابر. هادي عطاتني جوج جهاز دابا، قسمها على جوج باش تعطيني اليمين والشمال، اليمين واليسار، وبركة تلصق. إذا هذا الكارنيتور ديال الأمام. فصلنا الأمام والخلف،